بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو ثالث لقاءات آداب المقرئ، وسبقه آداب القارئ في نفسه ومع شيخه. وتكلمنا في اللقاء السابق عن الإخلاص وعن حكم أخذ الأجرة على التعليم. وكثير من مادة هذه الدروس وهذه الحلقات مأخوذة من آداب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، أو مختصره، اختصره أحدهم، وهو مختصر جميل رائع. يعني اقتصر فيه على ما يختص بآداب القارئ والمقرئ، وترك المسائل الفقهية التي أخذت تقريبا نصف الكتاب، فهذه مرجعها إلى كتب الفقه. من الأشياء التي ينبغي للمقرئ أن يحرص عليها أو يحذر منها أن يقصد التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه. يعني يكون هم أنه كم عندي يقرؤون وكم يتعلمون وكم يحضرون الدروس وكم، فربما يكون طالب واحد نجيب ويعني يجتهد الشيخ في تعليمه وفي تفهيمه وفي إقرائه، تنتفع به أمم، تنتفع به أمم. فليست الأمور بالكثرة وبالعدد، وإنما هي بالجودة وبحسن التعليم والإقراء. وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره. يعني إذا كان المقرئ، في بعضهم يمنع الطالب أن يقرأ على غيره، وهذا يعني كما قال النووي رحمة الله عليه: وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى. فإنه لو أراد وجه الله تعالى بتعليمه لقال: إنه ذهب إلى غيري لزيادة علم والاكتساب فائدة وقد حصلت. فلا عتب على هذا القارئ، فلا يحجر على طلابه، ولا يغضب إذا قرأوا على غيره ممن يستفاد منهم. أما إذا كان يعني يعلم أن هذا الشيخ عنده إشكاليات علمية كبيرة، عنده عدم ضبط، عنده عدم يعني إتقان، عنده تساهل في الإقراء، عنده مثلا إشكاليات في الاعتقاد قوية يعني قد تقدح في إيمانه وفي عقيدته، فهذا لا بأس أن ينبه الطلاب إلى بطريقة لطيفة إلى عدم القراءة عليه. أما إن كان يعني مقرئا معروفا حتى وإن كان أقل يعني إجادة من هذا الشيخ، لكن لا بأس، فيعني كما يقولون يأخذ من كل بستان زهرة. فهذا مثلا معتني جدا بضبط الأداء والتجويد وإلى آخره، وربما الثاني يعني يكون عنده اهتمام أكثر بالوقف والابتداء، والثالث قد يكون عنده اهتمام أكثر بالرسم وغير ذلك. فلذلك لا بأس أن يقرأ على غيره ممن ينتفع به. وهناك وصية جامعة نافعة عن علي رضي الله عنه لطلبة العلم، لعلنا نؤخرها للدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.